بالنسبة لمواجهة هذا الموضوع ديال التعذيب، أنا الآن أتحدث كليفة كمحامي لمجموعة من الأشخاص. بالنسبة للحالات التي تصلني من خلال الناس اللي تولى الدفاع عنهم، أكتب للجهات المعنية وجي شكايات في الموضوع، أستنفذ كل ما يمكن قيام به على مستوى الإجراءات الوطنية، إخبار الجهة المباشرة اللي تشرف على السجون في المغرب هي المندوبية العامة، وأوجه شكايات إلى السيد الوكيل. هذه هي المسالك اللي كاينة حاليا متاحة. مع الأسف في حالة الإبقاء على عدم التجاوب، لأن إما يكون التجاوب سلبي أو لا يكون هناك أي تجاوب، يمكن أن نضطر في مرحلة لاحقة إلى التوجه إلى مؤسسات دولية لمحاولة الكشف على ما يقع، لأن هذه في جميع الأحوال هي حقوق أشخاص، وأنا بصفتي دفاع محامي هؤلاء الأشخاص، أنا مسؤول على السلامة ديالهم، مسؤول على احترام الحقوق ديالهم في البلد أينما كانوا، سواء داخل السجن أو خارج السجن، وبالتالي فلن أقصر وسأقوم بكل ما يمكن من أولا محاولة حمايتهم من عدم استمرار تعرضهم لما يتعرضون له داخل السجون، وكذلك للسعي لعدم إفلات من العقاب بالنسبة للأشخاص أو للموظفين الذين يستبيحون حقوق هؤلاء المتقاعدين ويعرضونهم للإيذاء سواء كان جسدي أو نفسي، مع العلم أن الآن نركز فقط على الإيذاء الجسدي، لا يمكن احتماله، ونحن نعيش الآن في سنة 2019. وشكرا.